الخامس في هذه الانطلاقة والتحديات. المركز السادس ظبيان، في المركز السادس الخميس بن عبيد بن يميع، المركز السابع شاهين السيف بن محمد بن عفرة المطيعي من يأتي على المركز السابع، وفي المركز الثامن ثامن المنطلقين مع مصورنا هنا يأتينا سراب لسعيد بن مطر بن سالم بالعرطي الحميري، وفي المركز التاسع العبد القادر البلوشي الفنان من يأتي على المركز التاسع، وفي المركز العاشر يأتي سلهود لمحمد بن سيف بن حسين العليلي من يأتي على المركز العاشر. هذه النتيجة للمراكز العشرة الأولى في هذا التحدي والإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، بنعود إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى التسلل على الصدارة وعلى المقدمة من قبل هملول، من تسلل على صدارة هذا الشوط. هملول على الصدارة، هملول على المقدمة، السيف بن مطر بالضبيعة من انتزع الصدارة والمركز الأول. صوغان يأتي على المركز الثاني، سيد أحمد بن عبيد بن حميدان، وفي المركز الثالث شاهين، في المركز الثالث السيف بن محمد بن عفرة المطيعي، وفي المركز الرابع يأتي الدول الجمهور بن محمد بن مصرح لحبابي سلهود لمحمد بن فري المهيري، أيضا يصل في هذه اللحظات على خامس المراكز وإلى الرابع هنا على المركز السادس، ويأتي ظبيان لخميس بن عبيد بن يميع من يأتي على المركز السادس، المركز السابع صوغان لسعيد بن علي أبو نواس، المركز الثامن يأتي سراف، في المركز الثامن لسعيد بن مطر بن سالم بالعرطي الحميري والفنان عبد القادر البلوشي، في المركز التاسع نبقى هنا مع المراكز الأولى مشاهدينا ومتابعينا الكرام. وهنا صغان من سيطر على زمام الأمور، سيد أحمد بن عبيد بن حميدان من سيطر على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول بهذا الأداء الجميل والصدارة والمقدمة والمركز الأول. المركز الثاني شاهين، في المركز الثاني للسيد سيف بن محمد بن عفرة المطيعي من يأتي على المركز الثاني، وفي المركز الثالث يأتي سراب على ثالث المراكز وملكيته لسيد سعيد بن مطر بن سالم بالعرطي الحميري من يأتي على المركز الثالث، ولكن سلهود رابعا لسيد محمد بن فري المهيري على المركز الرابع. نبقى هنا مع صغان، من انتزع الصدارة، انتزع المقدمة وافتتح الكيلو متر الأخير. إذن صغان لسيد أحمد بن عبيد بن حميدان من يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا إذن صغان من يسيطر كل السيطرة على زمام الأمور. تهانينا والناموس لسيد أحمد بن عبيد بن حميدان على هذا الفوز لصغان، والسلام لأهالي العوير على هذا الأداء المميز الذي قدمه صوغان، وهو منفرد كل الانفرادة عن بقية المشاركين. تهانينا والناموس على هذا الأداء الجميل للسيد أحمد بن عبيد بن حميدان. ما هي إلا لحظات ويصل إلى خط النهاية معلن الفوز واستراحة المحارب بعد أن أعلن أنه هو صاحب المركز الأول. تهانينا والناموس على هذا الأداء المميز.
المركز الثاني مشاهدينا الكرام، شاهين في المركز الثاني للسيد سيد بن محمد بن عفرة من ياتي على المركز الثاني، وفي المركز الثالث الشامخ على المركز الثالث للسيد راشد بن محمد بن رائد بن محمد بن غبير، المركز الرابع للسيد سعيد المطار بالعرط، المركز الخامس عبد القادر البلوش، المركز السادس للسيد جمهور محمد بن مصلح، المركز السابع محمد بن فري، المركز الثامن للسيد خميس بن عبيد بن ميع، المركز التاسع لايضا بالضبيعه، وعشر دقائق عشر ثواني هو التوقيت الزمني لسجل ايضا الشامخ وخمسه اجزاء من الثانيه. تهانينا السيد احمد بن عبيد بن حميدان على فوز صوغان بالمركز الاول. المركز الثاني شاهد